الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر. ربنا يعود عليكم الأيام بخير إن شاء الله. نرجع تاني بقى ونشوف المشهد رقم 6 في مجموعة زاد اللي احنا بدأنا السلسلة بتاعتها. طيب ده المشهد المفروض ان احنا نرسم الكاركتر فيه. طبعا المشهد ده هو المشهد الاولاني وما فيش فيه تغيير كتير على فكرة، هو هو بس هو التغيير بس الوحيد الجزء ده هو ده الزيادة. تمام، فده ممكن تعمله سيف از من المشهد الاولاني وتغيره بس او تزوده الجزء ده وبس مع الكاركتر اللي احنا هنرسمه النهاردة. طيب هنيجي نشوف بقى رسم الكاركتر، وهو ده المهم في المحاضرة بتاعت النهاردة. نعمل بس كده، نكبر المشهد شوية. تمام، ونبدأ بقى نرسم الأخ ده. طبعا زي ما احنا عرفنا بنفتح الصورة بليس وبنقفلها وبناخد بعد كده نعمل لير جديدة عشان نبدأ نرسم الشكل بتاعنا. نجيب بقى الأدوات بتاعتنا. هنا ده هو، هنا ده معمول ريكتانجل، يعني زي ما انتم شايفين كده ما هوش دايرة ولا حاجة، لا هو معمول ريكتانجل بس معمول له راوند شوية. اولا انا هنا مش عايز استروك خالص، تمام، وخلي بس الفل دلوقتي نان عشان بس انا عايز اشوف حاجة. احنا عايزين نوصل للميدول كده، ده ماشي، ادي الشكل. تمام، طيب هناخد نفس درجة اللون بتاعته دي خلاص، و هنلغيها بس دلوقتي قبل ما نكمل باقي الشكل. ممكن اخد نفس يعني ممكن اخد دي اعمل منها كنترول سي كنترول بي باك. تمام، وهننزل بيها تحت شوية خلاص كده. يبقى احنا كده عملنا الجزء اللي ايه اللي قداماني من الوش خلاص. بس هناخد نفس درجة اللون الايه، نجيب بس ده الاول انا عايزاه يبقى نون عشان عايز اخد نفس درجة اللون دي اللي تحت دي، فاخد درجة اللون ده اهي خلاص. يبقى انا كده عملت ايه، عملت الشعر وعملت الفيس. تمام، بنفس الايه بنفس الشكل. طيب عايز اخد الجزء بتاع الودان ده، فبالتالي اجيب بقى هنا الاليبس، بس عايز اكبر شوية. اجيب الاليبس كده، تمام، اتحرك بيها بس كده بالشكل ده. طبعا هي ما بتبقاش دايرة دايرة يعني، بروح اخد كوبي منها الت مع شيفت خلاص، باخدها الناحية التانية بالمنظر ده. تمام كده احنا عملنا الجزء اللي فوق. طيب هنيجي ناخد الجزء بتاع الرقبة دوت، برضو ريكتانجل، نيجي ناخده كده ماشي. طبعا انتوا هنا في هنا على فكرة الظل ده، فده مش من ضمن الشيب الاساسي، ده هيبقى ظل تاني او يعني شكل. هناخد الكاركتر كله ونعمله زي ما زي ما عملنا قبل كده، بناخده كله بنعمل منه كوبي وبنعمله باللون الاسود وبنخلي الاوباس بتاعته 20 زي ما احنا اتعودنا يعني، زي ما احنا عرفنا خلاص. فدي مش هتبقى تمام.
طيب ده هندخله بس ورا، خليه تحته بالشكل ده كده، ما يبقاش فوق. طيب ماشي، ده فوق ده ماشي. طيب هنيجي بقى نعمل الجزء بتاع الجزء اللي تحت ده، اللي هو الجلابية اللي هو لابسها. على فكرة هنا الكاركتر ده مش هيتحرك، يعني مش هيمشي يعني ولا الكلام ده، هو مجرد بس ان هو هيخش هيعمل ايه، يتحرك بوزيشن، وهو نفسه هيبقى ثابت. فبالتالي احنا مش هنفصل الكاركتر ايدين بقى ورجلين وحاجات زي كده عشان خاطر نحركه، لانه هو هنا في المشهد ثابت مش متحرك. فبس هشيل، انا مش عايزة البتاع دلوقتي، مش عايزة لون، هاخد بس ده. نبدأ نعدل بقى هنا في النقط، ناخد النقطة دي نجيبها هنا، النقطة دي كده ناخدها هنا تمام، والنقطة دي كذلك ناخدها هنا ماشي. كده طيب الجزء اللي فوق ده بقى هرفعه ازاي؟ طبعا زي ما احنا عرفنا الأداة بتاعة الانكور بوينت دي، ناخدها امسك ده كده وابدأ ارفعه لفوق تمام، ودي هنزله لتحت كده بالشكل ده ماشي، ودي بس عايزة ادخلها جوه شوية، فبالتالي مش لازم ايه يعني نحاول نظبطها بقدر المستطاع تمام. ادي احنا ظبطنا الشكل، شكل حلو جدا تمام. طيب ده هيبقى باللون الابيض خلاص. تبقى كده الشكل ده ماشي. دي بس عايز تطلع فوق سنة صغيرة، يعني ده كده عايز يطلع بس سنة صغيرة فوق كده خلاص. طيب هنيجي نعمل ايه تاني؟ هنيجي نعمل الجزء بتاع الايدين ده. طيب الجزء بتاع الايدين ده يا اما نعمله بين تول، يا اما هنعمله ريكتانجل. نعمله ريكتانجل كده برضو، عايزانا دلوقتي عشان بس اظبط. اولا هو عايز يجي كده شوية ماشي. نبدأ بقى نظبط على الرسمة بتاعتنا، ناخد ده ونجيبه هنا، طبعا هيجي جوه شوية كده، وده هيجي هنا خلاص زي ما احنا عرفنا. هنجيب الأداة دي خلاص، دي بس عايزة تيجي لجوه كده سنة صغير ماشي. بس كده احنا كده عملنا الايد او الدراع ده. هنيجي ناخد برضو نفس درجة اللون. طيب بس هنا كان في تجزيعات اللي هي دي، هنعرف دلوقتي هنعملها ازاي. طيب الايد دي انا ممكن اخدها الناحية التانية ريفلكت، بدل ما اقعد انا لسه اعملها مرة تانية هي يعني. فهقول له كليك يمين واختار ترانسفورم واقول له ريفلكت خلاص، وريني كده، اقول بريفيو واقول له على انهي اتجاه المفروض تبقى في الهوريزونتال، لا اخليها فيرتيكال اوكي، وبعد كده اقول له كوبي. شوفوا عملت ازاي، هي ليه معمولة كده، ليه هي معمولة كده
طيب ماشي، خلينا ناخد درجة اللون. تمام، واقول له بعد كده اقول له كليك يمين واقول له ترانسفورم واقول له ريفلكت، اداهاني ريفلكت اهي. اقول له انا عايزه منها كوبي نسخه، تمام، واسحبها كده مع الشيفت واحطها الناحيه التانية. كده بقى انا عملت الايدين زي بعض بالظبط. طيب هنيجي بقى نعمل الايد، نقفل بقى الكلام ده كله كده عشان عايزه اخد الهاند اعملها. الهاند هنا بصوا طبعا عشان بس دي صورة فايه فشكلها يعني ايه سيء. هاجي اخد ريكتانجل كده ماشي خلاص، واجي اخد الجزء النقطتين دول دي شيفت مع دي خلاص، واطلعهم لفوق كده. تمام، يبقى انا كده خدت عملت الهاند واخد درجة اللون دي. وهاجي اخد هنا برضو، دي ممكن اعملها على فكرة راوند اليبس قصدي، ممكن اعملها هنا كده لو انا دول دي مع دي، دي كده مع دي وعملت لهم جروب هتبقى بالمنظر ده. طب نشوف التانية، هناخد دي كده ونقول له كليك يمين ونقول له ترانسفورم ونقول له ريفليكت برضو، بس هي عايزة تبقى لا مش كده، اقول له كوبي ماشي واخدها من الناحية التانية مع الشيفت. بس نتحرك كده تمام، اخدها مع الشيفت هنا ونحطها هنا كده بالشكل ده. تمام، يبقى احنا كده عملنا الايد. طيب نيجي نفتح دول عشان نشوف الوضع اللي احنا عملناه اهي خلاص. بس هنا طبعا دي عايزة بس ظبطة صغيرة جدا. اوكي ماشي، هي مظبوطة مفيش مشكلة. طيب فاضل بقى ايه؟ فاضل الجزء بتاع الرجلين ده، وبعد كده نعمل الحاجات اللي هي الايه الزيادات اللي هي الظل والحاجات دي. طيب دي برضو هتبقى ريكتانجل كده، اولا برضو انا مش عايزة اللون ده، انا عايزة اخد بقى دي بس، دي بس فقط كده، واجيبها الناحية دي. تمام بس كده تمام، وهتبقى باللون الاسود خلاص. طبعا دي هتبقى تحتيهم فهتدي نفس الدوران، يعني دي هتبقى تحت خالص كده هنا فهتديكوا نفس الشكل بالظبط ماشي. هنيجي نعمل كليك يمين ونقول لها برضو ريفلكت الناحية التانية ونقول له كوبي وناخدها مع الشيفت كده. يبقى احنا كده عملنا الرجلين. طيب هنيجي بقى نرجع باك ونشوف الشكل النهائي اللي احنا عملناه، ادي الكاركتر بالشكل اللي احنا عملناه. طيب انا دلوقتي عايزة اشوف بقى ايه، اخد بقى الكاركتر ده كله كده، هو موجود على لير واحدة صح؟ تمام اه. طيب لو انا خدت كوبي منه كده، لو انا عملت جروب وخدت منه كوبي عشان اعمل الظل الخفيف بتاعه ده، بس قبل ما اعمل الجروب انا عايزة بس اعمل التفاصيل اللي كانت جوه على الجلابية. طيب نفتح بقى كده، نخلي بس نشيل دول، انا عايزه بس الايه الجزء بتاع الجلابيه. طيب بس انا عايزه
الجزء بتاع الدراعات دي اخفيه الاول عشان اشوف دول معمولين ازاي. طبعا الجلابيه نفسها ما فيهاش حاجه، ما فيهاش تفاصيل لا فيها. خلاص تمام ماشي، نقف هنا مثلا لو هقف، ماشي نقف هنا نعمل بس التفاصيل دي وبعد كده نبقى ايه ننقل. اولا ده هيبقى بين طول عادي او خط يعني، تمام. هفتح هعمل كده نقطة واخد نقطة لحد تحت، خلاص. طيب وعايزة اعمل من ال وعايزة اعمل من الخط ده، عايزة اعمله، عايزة اخليله ستروك باسود، مش مشكلة يعني، كده كده اللون نفسه هيختلف. بس في هنا اداة اسمها الويتس تول، اداة الويتس تول دي انا ممكن اعمل سمك للخط ده او للمسار ده، سمك من حتة واحدة يعني. ممكن اعمل سمك ازاي يعني؟ بصوا انا هاجي هنا هقف كده، انا عايزة اخلي الجزء اللي تحت ده تخين عن اللي فوق، فبالتالي هاجي اقف هنا كده، اكبر بس شوية، هاجي اقف هنا كده واعمل كليك واسحب، كليك واسحب. ده معناها ايه؟ معناها ان انا بخلي الحتة دي تبقى اعرض من الجزء اللي فوق، وانزل بدي كده تحت شوية، دي طريقة. اهو بصوا خدها من فوق لتحت بالشكل ده زي ما انتم شايفين. طيب لو انا رجعت كده دلوقتي كنترول ماينس وخليت ده يبقى الاوباستي بتاعته 20، تبقى بالشكل ده. طيب بس هنا هي طالعة بره، يعني هنا كده هي طالعة بره، بس تالي انا ممكن الانكر دي وادخلها كده جوه، عشان انا مش عايزاها تبقى ايه، تبقى طالعة بره وظاهرة بالشكل ده، ماشي كده. طيب الجزء ده والنقطة دي، النقطة دي اللي تحت دي انا بس عايزاها تبقى نازلة لتحت، يعني دي عايزة اخدها كده نزلها لتحت دي كده. طريقة ممكن اعملها، تمام. لو لقيتوها مش حلوة او مش مأدية الغرض او مش مظبوطة، فبالتالي انا ممكن اشيلها خالص واجي، بس انا هرسم بقى الشيب ده، يعني ده كده هيترسم، ماشي يا شباب. ممكن بقى انا اشيل ده خالص، نعمله بالطريقة التانية، نشيل ده ديليت خلاص كده، ونيجي هنرسمه بالبنتول. نجيب بقى البنتول، نيجي نرسم الشكل ده كده، نكبر شوية، نقفل هنا، تمام. هو بستروك، طبعا انا مش عايزه الستروك ده خالص دلوقتي، لا مش عايزاه، ماشي. وعايزين ناخد درجة اللون اللي هي رمادي دي، ماشي. طبعا هنا هنجيب الأداة التانية دي، الانكر بوينت، ناخد ده كده نطلعه هنا بالشكل ده، خلاص. كده دي طريقة والتانية طريقة، دول هنعملهم بنفس الحكاية. ده هيبقى ريكتانجل عادي جدا كده، ماشي، برضو هياخد درجة اللون الرمادي دي، خلاص. ودي برضو بين طول،
ناخد دي كده وهنا نيجي نقفل، نيجي نعمل دي كده الجزء ده بس، وهياخد نفس درجة اللون ده. ده مع ده نعملهم الاثنين جروب ماشي، وهناخدهم هما الاثنين نعمل لهم ريفلكت الناحية التانية، نقول له كوبي. خلاص كوبي ده هناخده كده مع الشيفت نحطه هنا بالشكل ده. تمام، نظهر بقى الكلام ده كله كده ونخفي الرسمة الأساسية ونشوف احنا عملنا ايه. هذه الرسمة الأساسية، هذه الرسمة اللي احنا عملناها. تمام، هذه الكاركتر اللي اترسم، ده الكاركتر الزيادة بس في الجزء في السين رقم 6 دي. طبعا السين دي زي ما احنا قلنا هي سين رقم 1، مفيش فيها تغيير بس غير الجزء ده، هتقعد تعمله سيف از من السين رقم 1 وتغيره بس الجزء ده بس. وهنرسم الكاركتر ونشوف بقى الانيميشن بتاعه هيبقى عامل ازاي في المحاضرة الجاية. كده احنا خلصنا رسم الكاركتر الثابت تمام في المحاضرة دي. أشوفكم على خير المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.